السيد جرى قلت لهم مالهم، قال لي واحد الراجل قال لي سير تشوفي، قال لي راه واحد السيده عندها مشي تربيه محطوطه في الجردان. انا قلت نلقاها في الكونه ديالها، بصح ملي جيت ما لقيتهاش في الكونه محطوطه. الرجاله كاينين تما وهذاك السيد راه جاري كاين حتى هو. قلت لهم شنو قلب واحد السروال لقاه لهي، قال لي شوف داك السروال فين كاين، يا لشي مرا ما عرفتي واش هو اللي والدها فيه ولا ما عرفت. في عين الشتي في الزنقه واحد تما فين تنسكن. هاد الشي اخويا ولدي تيقطع القلب، هاد الشي تيقطع القلب. مثلا كما كيسميهم الامهات العازبات، انا ضد هذا المصطلح بكل صراحه. اذا قدر الله على شي بنت الناس او كان هذا هاد الموارد تحت اغتصاب او غير ذلك، فهناك يعني كاين اماكن مختصه لهاد التربيات هادو وهاد الوليدات. يعني علاش غادي يحرموا من الحياه؟ هذا هو اللي كاين، هذه النظريه ديالي ورساله لباقي الناس اخرين باش ما يكونوش يرتكبوا واحد الاثم امام الله سبحانه وتعالى اللي غادي يتحاسبوا عليه. ما فرقتش انا كاع، راه تبارك في الشر قالوا لي عاد جيت انا وقفت هنايا. وصاحبي وشكون اللي كيقبلها هادي؟ يقبلها حتى واحد. واحد درنا الحال، حنا بقى فينا الحال.